تعلمون أن يسوع المسيح ولد في بيت لحم، وقد زارهم مجوس من الشرق. الرعاة هم أول من رأوه، ولكن الشعب في الجنوب علموا بالأمر أخيرا وليس آخرا، لأنه حين ولد الرب في الأرض المقدسة في مصر لم يعلموا شيئا عن الموضوع. بالنسبة لسكان النيل كلمة مسيح لا تعني شيئا، فرعون وحده الملك المطلق. Such things, no royal gifts. Sable bear, no way, nowhere, no swaddling clothes. What are those? No manger hay, nowhere, no way, no shepherd sheep. البعيدة التي هرب إليها يوسف مع مريم والطفل يسوع بعد ولادته لكي يحمي عائلته من الملك المجرم هيرودس. يلا بسرعة من هون. كم من الوقت مكث هناك؟ يقول لنا الكتاب المقدس أنهم بقيوا هناك حتى مات هيرودس الملك، مما يعني حتما أن يسوع احتفل بعيد مولده سنة واحدة على الأقل في تلك الأرض. كيف أمضى يوسف مع مريم والطفل المرسل من الله هذا العيد؟ كل منا يمكنه أن يتخيل الأمر على طريقته، وهذه هي طريقتنا. تعرف أي يوم نحن؟ يوم عيد ميلادي. عيد سعيد يا ابني.
شايف شو كبير؟ معك حق، كأنه مبارح كنا ببيت لحم مش عارفين انت رح يولد. رح انزل على البير ملي مي، يمكن يسوع عطشان. انت بهالوقت حضر حالك. انا رح خلي صف الهدايا. بصراحة ايه القرف ده؟ كانت لابسة مش عارفة ايه، دي قماشة قد ما لفتها على جسمها من فوق لتحت. عرفت الفستان اللي بتقولي عليه ده من الاهرامات. يا حرام، ليه عاملة بنفسها كده؟ امها كانت حلوة. معاكي حق، بيقولوا طب الجرة عند امها تطلع البيت لامها، بس يا خسارة المثل المرة دي ما زبطش. بالاحرى طب الجرة عند امها تطلع البنت للمومية. عسيرة الجمال شوفوا من جاي، دي البنت الغريبة اسمها مريم. وشايفين شو صغنن ومهضوم الولد لعقديها؟ ازيك يا صغنن؟ ربع عطانا يوم حلو كتير، ما هيك؟ بالضبط، يوم يجنن، بس الفضل الفرعون. سيبيني اساعدك. ايه الخروف ده؟ قد ايه بينحب؟ ده كتير بينحب. شكرا، يسوع هو الحب. ده انتي مش من هنا؟ لا، نحنا من بيت لحم. In Arabic, it's the same. The angel said what it should be. This name for a Messiah such as he. كمان اقول لكم ايه؟ ما اعرفش، عندي فكره، نلحقها نراقبها وحنشوف. نلحقها ونتجسس عليها. عندكم حل تاني؟ لا، يلا بينا. هذا الوضع كان صعبا جدا على مريم، فهي ليست فقط بعيده عن بيتها واهلها وبلدها، وانما ألسنة الناس من حواليها لا ترحم. المزيد من الاسئله والمزيد من سوء الفهم، ولكن مريم لا تستسلم، فهي ليست وحدها، هي كما نحن تعلم أن الله دائما موجود معها. يسوع يا عمري، شو كنا عملنا من دونك؟ Royal companion and friend, Prince of Peace.
اللي جرى. اتفقنا؟ اتفقنا. بتفكري بإيه؟ بالمكافأة؟ بلا مكافأة بلا وجع قلب. يلا بينا. يلا بينا يلا بينا. ثلاث هي من نسج الخيال، ولكننا نعرف جميعنا أناسا كثيرون كهذه الشخصيات يستغلون معرفتهم بالرب لأهداف شخصية. العالم مليء بكل شيء، ولكن ولحسن الحظ يوجد البعض من يفتش عن الله. يلا يا أولاد، ما بدنا نتأخر على الحفلة. لو سمحت. نعم. عندك معلومات عن الطفل وأمه اللي عايشين هنا؟ أكيد عندي. أنا يوسف جوز مريم. أنت مين؟ كليوباتي. في عنا حفلة صغيرة بالبيت، بتحب تكوني معنا؟ مش هقول لا، بشرط واحد، نقف مع الأولاد. وأنا كمان مش هقول لا. تفضلي. كلنا هنا. عيد سعيد. To play, to bang a drum and come and celebrate. It's time for family fun, for music and for mirth. It's time to have a holiday to honor Jesus' birth. Birthday, Jesus' birthday. It's time to wear our finest clothes and sing our finest songs for his birthday. Jesus' birthday. For all year long.
ايديك نهار كنتي على البير. ما قصدتش ازعجكم بالحفلة. ابدا، كنت معزومة. تفضلي اقعدي هون، حدي انا ويسوع. حقعد جنبي صاحب العيد. يوسف، عاوزين قصة من قصصك. ارجوك، قصة حقيقية. قصة حقيقية. قصة حقيقية؟ طيب، خلوني افكر. محل جارة يوسف هو محل تجمع الاولاد. بيلهو شوي هو عم بيشتغل، بس بينبسط كتير برفقتهم. بتمرن على الابوة. لقيتها. هاي اجمل قصة بخبرها بحياتي. اجمل من قصة ابراهيم؟ اجمل من ايليا؟ من يوسف؟ هول القصص كلهم فيكم تأمنوا فيها بعقلكم، بس هيدي القصة لازم تأمنوا فيها بقلبكم. عنوانها ايه؟ ولادة يسوع. ليلى ظهر ملك لمريم وبشرها انه رح تكون ام للمخلص المسيح المنتظر. بس قبل ما يولد يسوع كانوا كل الناس يدفعوا ضرايب بالمحل اللي خلقوا فيه، ومريم كانت حبلي وبطنها كبير. حطيت على حمار ومشينا سوا بالمشوار الطويل. كانوا هينين، وفجأة بلشنا نشوف بسيط قضية بلدتنا من بعيد. صحيح هي بلدة صغيرة، بس هي مدينة داوود، بيت لحم. بس وصلنا على بيت لحم ما لقينا ولا أوضة فاضية، كلهم محجزين. لقينا الصب تنام فيه، وهيك صار يسوع الملك ولد بالصبل. فرحت كل بيل من يولد ابنه الجديد. وبتعرف كيف الله خبرنا عن مولد يسوع؟ بعت لنا ميات الملائكة حاملين هالخبر. Hark to the story, angels are telling of the birth of Jesus. Born in the manger, meek at the lowly is the babe most holy. Sing all ye angels, sing all ye shepherds, sing to the little babe in the manger. Sing a soft hosanna, hosanna. Sing a loud hosanna, hosanna. Sing to the little babe in the manger. Sing a soft hosanna, hosanna.
سنة وانت طيب يا صاحب الجلالة. شوفوا الهدايا اللي عملت لكم اياها. هدايا لأنا؟ اها. شو حلوة للعيد؟ عندي سؤال محيرني يا مريم. ما زال يسوع هو المنتظر، ليش جيتوا مصر؟ لأنه ملاك ظهر ليوسف بالحلم وقال له حتى نجي لهون. وجيتوا هنا بكل بساطة؟ بكل بساطة. ما فكرش يوسف حتعيشوا هنا ازاي وفين وقد ايه؟ نيناتنا كان عنا أسئلة كتيرة، بس الإيمان هو إنك توسع بإرادة الرب من دون ما يكون عندك أجوبة كبيرة. الكل مبسوطين؟ أيوة. خير. بعدكم مصر؟ صح، بس لما هيرودس عرف انه الملك المنتظر ولد صار هدفه الوحيد انه يقتل يسوع. تذكروا في ناس بيفتشوا على يسوع تيحبوه ويحملوه بقلبهم، في ناس تانيين بيفتشوا عليه تيدمروه. وهلا كليوباتي، فهمت اللي عم نحتفل بعيد الميلاد بمصر؟ ايوه فهمت، وفهمت كويس. متأسفة بس لازم أروح، متشكرة على كل شيء. باي باي يا يسوع. باي باي يا أولاد. باي باي. ليش راحت هيك؟ مدري لوين رايحة. يسوع نام. نام يسوع. كان نهار طويل، صار لازم نرتاح. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا عمري. انت ارتاح وانا بضبطي. لاحظتم كيف أن الأولاد يميزون ما هو نقي ومقدس؟ التاريخ
لا يذكروا أن وجود يسوع بمصر كان معلوما عند فرعون، ولكن لنعتبر العكس صحيح، فكان من المؤكد أن اعتبره فرعون تهديدا. فرعون العظيم حاكم مصر القديمة. وأقوى فرعون في الكون. بالطبع حضرتك يا فرعون، مقدرش أقول غير كده. ده الجواب اللي أحب أسمعه. جميلات النيل، شيبة اللي ما تستحيش، ودلتا الماكرة. مرحبا بالفرعون العظيم. عاوزين نتأكد مرة تانية، مين أجمل وأقوى فرعون في الكون؟ بالطبع حضرتك يا فرعون، بس لو قلت له الحقيقة ده هيفصفصه. ودلوقتي عاوزين فرعون في إيه؟ إحنا ما نهتمش بشؤون غيرنا، بس وصلنا خبر إنه في ملك تاني غيرك بمصر، بيقولوا عليه مخلص واسمه يسوع المسيح. ملك بمصر؟ مين أجمل وأقوى فرعون في الكون؟ اضربني، اقتلني، بس لازم أقول لك الحقيقة. يسوع أجمل. محدش يتجرأ ويكون أجمل وأبهى من فرعون، حتى لو اضطريت أقتله بإيدي. تقتله؟ لا أرجوك. كمان. لا أرجوك يا أجمل فرعون بهالكون. كمان وكمان وكمان. يا ملك الملوك وحاكم الزمان. فرعون. ما تقتليش الملك الصغير، مش هتقتله مش كده؟ انا هقتله واشرب من دمه، ده اللي لازم يصير. بس ليه؟ عاوزه تعرفي ليه؟ هقولك ليه. Nazareth, and he may be the promised Messiah. Oh, woe is me. If he's the Messiah, he's the King of Kings. So why better wrap him not yet? That's the thing. He's just a baby, a threat he's not. Don't tell us you're afraid of one small child. You're the big kahuna of the river Nile. Pharaoh, Pharaoh, oh, let this baby go. No, no, no. Is he a monarch? Yeah, yeah. Is he a king? The King of Kings. Is he Messiah? Why, yes. He's all of these things. That's why we sing. Remember old Moses back those years ago. Yeah.
افتكر ارتكبنا غلطه ما تتصلحش. رده فعل فرعون كانت جامده قوي. ده يعني يسوع ملك بجد. بلاش نضيع وقت. حلم مزعج. ايه بس مش حيلا حلم. نفس الملك اللي طلب مني انه اجيبك انت ويسوع على مصر عم بيطلب مني هلا ردكم على البيت. على بيت لحم؟ على الناصرة، عند اهلنا واصحابنا. فينا نرجع الليلة؟ فينا نفل هلا اذا بدك. بدي بس دقيقة. مريم يا مريم. هاي كليوباترا رفقاتها. لازم تحضروا اغراضكم. عم ضبهم. لازم تتركوا مصر. تركين. تركين؟ ايه. وليش كل هالعجقة؟ ارتكبنا غلطة كبيرة، كنا شكاكين وطماعين. ومنطلب منك السماح. قلنا لفرعون انه يسوع هو المسيح المنتظر. ودلوقتي فرعون عاوز يقتله. روقوا روقوا شوي. ما تعتلوا هم. الله حامينا. عملنا ايه؟ لو ما كنتوا بتحبوا يسوع، ما كنتوا جيتوا لحتى تنبهونا. حتسامحونا؟ الرب قلبه كبير، بيسامح كل اللي بيعترف بغلطه. ازاي حرقنا نابت فرعون بعد كده؟ واحنا اللي حسينا بمحبة الملك السماوي. تصرفات كليوباترا امرار زي العيال، بس المرة دي معاها حق عن يسوع. اوقات لازم نرجع اولاد حتى نقبل يسوع بقلبنا. مزود صغير؟ ده زي المزود اللي جبت فيه يسوع. افتكرنا كل سنة في ميلاده هيعرضه قدامه
زي كده هيعرف قد ايه هو مميز. بس دلوقتي خلاص. ما خلاص ولا اي حاجه. قصدك ايه؟ احنا نقدر نعرضه نهار عيد ميلاده. معاكي حق، ولما الناس يشوفوه بنقول لهم قصه ولاده يسوع. الفكره دي تجنن، وزي كده هنحتفل بعيد الميلاد كل سنه في مصر. بس مين هيسمعنا؟ الكل، كبار وصغيرين، وكل واحد منا هيرجع ويصير زي الولد. اين انت في هذا العيد؟ في مكان بعيد ام بعيد فقط عن المخلص؟ اينما كنت لا تتخيل فقط انك سوف تقابل يسوع، بل دعه يكون رئيس سلامك وعيد عيد الميلاد، ولاول مره على طريقتنا.